أخبار اليوم. وقال فيها رواد من مناظرين مصر على كل الساحات معارك من أجل القضايا العربية والقضايا الإنسانية، وكانوا شهود عيان على محاولات إضعاف هذه الأمة وانتهاك حرة مصر، لكنهم كانوا أسود ووجهوا العالم كله ضد أعداء هذا الوطن وأعداء هذه الأمة. هذه هي قيمة هذه الجمعية التي نجتمع اليوم تحت لواءها. وإذا كانت في هذه اللحظة تحيي هذا الدور وتستدعينا من أجل ليس لأن نكرم، وإنما لأن نصبح جنودا أمامها نؤدي دورا مستدعى إليه في أي مكان في العالم، لأنه ليست العلاقات العامة هي مجرد روابط التواصل وبناء الجسور، وإنما العلاقات العامة هي العلاقات بين الشعوب وهي الباقية. وحين تكون العلاقات بين الشعوب لا يستطيع أحد إلا أن يحترم إرادة الشعوب. الشعب المصري بعد ثورتين عنوانهما الإرادة الشعبية التي يدرس أعدائنا كل يوم كيف لهذه الإرادة أن أحدثت تغييرا في ما يسميه بمقاومات الدولة الشاملة. حين يكون هذا هو موقف العدو منا، فأي استدعاء هو استدعاء للإرادة الشعبية. وأنا فخورة بأنه هذه الجمعية العريقة قد استدعتنا من أجل أن نكون طرفا وجنودا فيما هي قادمة عليه، لأن الوطن في خطر والأمة في خطر والاستهداف ما زال قائما ونحن في حالة حرب، ونحتاج لكل منا أن يقف حاملا سلاحه في مكانه. ليس فقط الشرطة والجيش، وأنا بحيث طبعا كل كلمة أتت من المنصة من قادة الجيش وقادة الشرطة المصرية، وإنما هذه لحظة للاصطفاف الوطني من أجل الدفاع عن مقاومات أمة في خطر.